صبح عليكم الخير مرة ثانية ونتكلم أكثر عن الأنشطة في بلدنا الحبيب الكويت. بدأ فريق الغوص بالجمعية الكويتية لحماية البيئة الحملة الوطنية البيئية لرفع المخلفات والإنقاذ عن الشعاب المرجانية بجزيرة كبر. وللتعرف على هذا الموضوع يسعدنا أن نلتقي السيد محمود أشكناني مسؤول المواقع والملاحة بفريق الغوص بالجمعية الكويتية لحماية البيئة. حياك الله أستاذ محمود. يعطيك العافية. قواك الله. سعيدين بتواجدك معنا هذا الصباح. يا هلا فيك. الله يسلمك. يسلمك إن شاء الله. يا ريت بس تعطينا فكرة عن الحملة الوطنية لرفع المخلفات عن جزيرة كبر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفريق سبق وان قام حملتين سنة 99 لرفع الأنقاض عن جزيرة أم المرادم وجزيرة كبر. وبالفترة الأخيرة جتنا إخبارية من مرتادين البحر أن وجود بعض الأنقاض ومخلفات المنشآت موجودة على ساحل الجزيرة. فرحنا اطلعنا على الموقع واكتشفنا وجود مخلفات كثيرة، سواء مخلفات إنشائية أو مخلفات القوارب أو شباك عالقة بالشعاب المرجانية. فطبعا من أهداف الفريق نشر الوعي، وإحنا لما نقوم بهالأعمال هذه طبعا إحنا هواة بالأصل، ما لا إحنا متخصصين ولا إحنا يعطيك العافية إن شاء الله. إيه طبعا ولا متفرغين يعني كلنا موظفين. فنحاول نوعي المجتمع بالمحافظة على البيئة بشكل عام والمحافظة على المرجان بشكل خاص، وإبراز المخلفات من تحت الماء وإظهارها للناس، لأن تحت الماء ما حد يشوفها، قليل الغواصين، لكن لما يشوفون الناس إن شنو موجود تحت الماء وشنو يأثر وشنو الأضرار، فهذا نوع من التوعية. فإحنا هدفنا التوعية والمحافظة على البيئة البحرية بشكل عام. أستاذ محمود ذكر طبعا أنتم هواة ونقول متطوعين يمكن في هذا العمل، فيعطيكم ألف عافية. يا ترى متى بلشتوا هذه الشغلة وشنو أهم الإنجازات اللي حققتوها؟ طبعا كفكرة خدمة البيئة البحرية موجودة من الثمانينات، بس ما تأسست ولا تبلورت إلا بالواحد وتسعين بعد التحرير عقب الأضرار البيئية التي طبعا مست الكويت. تجمعوا مجموعة من الشباب اللي يعشقون البحر وعندهم هواية الغوص، فسخروا الهواية هذه لخدمة البيئة والبحر. فمن بداية التسعينات تقدر تقول بلورت فكرة خدمة البحر كفريق عمل متكامل. والإنجازات اللي سويتوها غير أم المرادم مثلا؟ والله إحنا إنجازاتنا طبعا من شقين، أول شيء إنجازات تهدف لحماية البيئة البحرية، وإنجاز الثاني اللي هو المحافظة على الملاحة البحرية والممرات البحرية كانتشال القوارب والإصابات اللي تصير قد أو تحدث في مواقع الملاحية الهامة، ومساعدة أصحاب القوارب يعني المجتمع الكويتي. يعني إحنا هواة فنساعد ساعات المجتمع، وحتى الرادة طبعا أرقان من يساعده فيلتجي إلى الفريق، وإحنا إذا كان باستطاعتنا ويعني شيء ما في أثر على أو مضرة على الفريق نؤدي الخدمة. المشاريع اللي مختصة بالحماية البيئة طبعا إحنا هدفنا المرجان، نادر عندنا بالكويت. طبعا عندنا مشاريع، أول شيء إنشاء محميات اصطناعية للمرجان لنمو المرجان، وهي تميز الفريق فيه يعني بشكل كبير. وعندنا تنصيب مرابط بحريه عشان اصحاب الطرائد لا يقطون ادوات الرسوب في البحر وتسبب المرجان، وعندنا رفع الشباك عن الشعاب المرجانيه وانتشال ورفع المخلفات عن البحر. طبعا هذا بشكل عام. يا ترى وين راح تبدون في هذه الحمله لرفع المخلفات عن شعاب جزيره كبر؟ ما هي المرحله الاولى؟ والله المرحله الاولى طبعا احنا اول مرحله ان نروح نعاين الورق شنو، نحط خطه والادوات والمعدات المطلوبه ونشوف حجم العمل، وبعدين نحط الخطه المطلوبه والادوات. فبدينا اول شيء رفع الاجسام الصلبه والكبيره وذات الاوزان الكبيره، وبعدين قطع الاجزاء الطويله واللي محتاجه يعني طولها يعيق نقلها، وبعدين تجميعهم في مجامع الاحجام المتساويه والاحجام اللي مختلفه وذات اوزان، نضعها في شباك خاصه للرفع، نجمعها ننقلها من اماكن اللي نسميها المياه الضحله الى المياه العميقه الاعماق مناسبه، وعلى ورفعها من المرجان ووضعها في قيعان رمليه
لما نتفق بعدين ويا احنا العادة يعني عندنا علاقة مع شركة نفط الكويت وصراحة سباقة في خدمة البيئة، فكانت دائما تدعمنا في توفير المعدات وتسخير إمكانياتها لخدمة البيئة البحرية، فإن شاء الله راح نرفعها عن طريق الرافعات ومقطورة بحرية إلى البر. ترى هل متوافر عندكم هذه خلينا نقول الأدوات والأجهزة التي تساعدكم على رفع هذه المخلفات والأنقاض؟ والله احنا طبعا يعني انا متاكد المعدات والامكانيات اللي عندنا ملائمه لحجم هذا العمل. طبعا انا متاكد استاذي انه راح يكون طبعا شيء طبعا نحن نعتذر من السيد محمود الكناني ومن السادة المشاهدين لطبعا وجود بعض التقنية الصوتية وبعض الصعوبة التي واجهتنا. طبعا استاذ محمود ندري ايضا انتم تواجهون صعوبات في عملكم هذا، فانا كنت اسال عن الآلية والاجهزة، هل المعدات المتوفرة لديكم لمثل هذا العمل؟ طبعا الحمد لله عندنا احنا المعدات اللازمة كفريق هاوي، يعني عندنا المعدات اللي تمكننا من رفع الانقاض هذه، عندنا نستخدم احنا دائما العوامل الفيزيائيه اللي هو الحقائب الهوائيه ملئها على حسب اوزان متعدده، عندنا من 20 كيلو الى عندنا 20 طن نرفع انقاض من تحت الماء. وبالاضافه لان احنا خصا المشروع هذا ان المعوقات اللي ملازمه للعمل، ان جزيره كبر تعتبر من اكثر الجزر اللي يرتادون هاي للبحر، صحيح موقعها يعني دائما في عطلة نهايه الاسبوع يرتاد كثير من الناس، وهي جزيره عموما حلوه يعني وتبعد 33 تقريبا كيلو عن ساحل فحيحيل، وجزيره دائمه الخضرة وفيها يرتادها الطيور دوريا للتكاثر، ومشكله ان احنا هوات يعني ما احنا متفرغين ولا متخصصين، فنضطر ان ايام العمل تكون متواجدين، فالعمل اللي طلب منا ان نكون خميس والجمعه ايام العطل هنا وهو ازحم الوقت. ايوه، فالمشكله ان شلون تحافظ على الغواصين ونقل من اماكن الضحله الى المياه العميقه في هالاوقات، فنضطر ان فترات العصر او اذا قدرنا نستاذن من دواماتنا عشان ان نتجنب الازدحام. اذا هي ايضا دعوه من لمرتادي جزيره كبر في عطله الاسبوع ان يكونوا خلينا نقول على قدر كبير من التعاون، وان يتيح لكم الفرصه للعمل على رفع الانقاض. اي نعم، احنا اول شيء يعني نطلب من رواد البحر المتواجدين اذا شافوا يعني طبعا راح نحط اعلام ولافتات تبين ان اكو موقع عمل، واهل البحر يعرفون الغواصين لهم اعلام خاصه، فاتمنى من يعني رواد جزيره كبر ان اذا شافوا في موقع عمل محدد انهم يتجنبون دخول الموقع هذا بالقوارب، وانهم يساعدون اذا امكن انهم يجمعون بعض المخلفات البسيطه اللي يشوفونها كغواصين هواة يجمعونها كمجاميع او يبلغوننا ياخذون احداث